اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي برنامج همزه وصل. تعودنا يوميا على مدار الساعه تقريبا نتناول موضوعا في حلقه برنامج همزه وصل بالحوار والنقاش، نتبادل وجهات النظر نحن واياكم المتخصصين حول هذا الموضوع. موضوع حلقه اليوم موضوع يمس قطاع عريض في مصر وهام محاوي استراتيجي وتنموي كبير، وهو قطاع السياحه. قطاع السياحة الذي يشهد بين الحين والآخر ركودا، وهو يحوي ويضم قطاعات عديدة وخدمات عديدة، ويضم أيضا مجالات متعددة ترتبط بهذا القطاع التنموي. ومن ثم كان سؤال حلقة اليوم سيدور حول فكرة قانون موحد تناقش في مجلس الشعب، والسؤال يقول: كيف يسهم قانون السياحة الموحد في تنشيط السياحة في مصر؟ أعيد السؤال مرة أخرى: كيف يسهم قانون السياحة الموحد لتنشيط عملية السياحة في مصر؟ بكل تأكيد مشاهدينا الكرام هذا القانون موضع مناقشة. الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع لجنة سياحية بالبرلمان بصدد مناقشة هذا القانون. المشاركات والآراء والتساؤلات تأتينا من حضراتكم حول هذا الموضوع الهام الذي هو لا يزال في أروقة مجلس الشعب تحت النقاش. هذه الآراء نطرحها على المتخصصين، يمكنكم إبداء آرائكم على فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب، انستجرام على همزة وصل إي جي، حتى نستطيع أن نتعرف على الكثير من الجوانب والتحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع، وحتى نستطيع أن نكون بمثابة المرشد ولو بعض الشيء للقائمين على مناقشة إصدار تشريع جديد وقانون موحد للسياحة. قبل أن نبدأ موضوع الحلقة ونتعرف على الكثير من التفاصيل حول هذا القانون الموحد وما يحتاجه هذا القطاع من تعديلات وإجراءات وحلول جذرية للوصول إلى أهداف ونتائج تنمية مستدامة، نبدأ مع تقرير نتابع فيه بعض المعلومات حول هذا القانون وهذا القطاع، ثم نناقش موضوع الحلقة، فابقوا معنا. نظرا لما تملكه مصر من مقاصد سياحية لا مثيل لها على مستوى العالم، تبقى مصر موطن السياحة الأول والحلم الذي يراود محبي السفر، فهي تملك كل مقومات الوجهة السياحية المثالية بدءا من المناخ المعتدل مرورا بالمعالم التاريخية والأثرية وصولا إلى المناظر الطبيعية الخلابة والفنادق المتنوعة التي تخدم جميع المستويات. ففي ظل قدم وتضارب قوانين السياحة الحالية تبرز أهمية إصدار قانون موحد يجمع كل التشريعات الأساسية واللازمة لهذا القطاع الحيوي والمهم بهدف زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون السياحة الموحد، حيث أكدت سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران أن البرلمان بصدد إصدار قانون السياحة الموحد خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع لمعرفة آراء القائمين على قطاع السياحة، مطالبة بضرورة توعية الشعب المصري بأهمية السياحة وكيفية معاملة السياح، وأن يعرف الجميع أهمية السياحة من الناحية الاقتصادية. ويؤكد المشرعون أن قانون السياحة الموحد يعد خطوة جيدة نحو تطوير قطاع السياحة، حيث سيعمل على تنظيم عمل السياحة بجميع أطرافها من العاملين في السياحة والمنشآت السياحية والفندقية، وكذلك إلى إجراءات التأمين، إلا أنه بحاجة إلى خطة عاجلة من الحكومة لتنمية السياحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسياحة لعرضها على البرلمان بجانب القانون الجديد. تابعنا التقرير مشاهدينا الكرام وما يدور في أروقة البرلمان والاستعداد لمناقشة قانون موحد للسياحة، وتعرفنا على بعض الجوانب التي من المهم أن يتضمنها النقاش في هذا القانون في البرلمان. قبل أن نبدأ النقاش مع المتخصصين والمسؤولين أذهب إلى الزميلة آلاء حامد نتعرف على بعض الآراء التي وصلتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إليك آلاء.
أهلا بك محمد وأهلا بكم مشاهدينا. بالفعل هناك تفاؤل كبير بقانون السياحة الموحد ودوره في دعم وتنشيط السياحة في الفترة المقبلة، مع الإشارة بالطبع إلى أهمية تطبيق القانون قبل أو بعد إصداره. ونتعرف معكم مشاهدينا على عدد من تفاصيل الآراء التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج، والبداية مع محمود الضوي يقول في مجمل تعليقه: سوف يسهم قانون السياحة الموحد في تنشيط السياحة لعدم تكرار الإجراءات وإزدواجية القوانين وباتباع قواعد مصلحة الوطن بمصداقية وشفافية من إدارة الوطن والمنشآت والخدمات السياحية والفندقية، والترحيب بضيافة ووضع قوائم الأسعار على السلع والخدمات السياحية وما إلى ذلك. ممدوح أبو عاصي أيضا يقول: قانون السياحة الموحد له دور كبير في دعم وتنشيط السياحة في مصر، فسوف يؤدي إلى الالتفات إلى قوانين الدول التي سبقتنا وحققت نجاحات كبيرة في هذا المجال وتفوقت علينا، بشكل يدعو إلى الخجل. لماذا لا نستعين بهذه القوانين أو بهذه الخبرات التي أدت بهذه الدول إلى تصدرها المراكز الأولى في قائمة أكثر الدول استقبالا للسياحة مع تحقيقها أعلى الإيرادات؟ تعليق أيضا بعنوان أم عمر الشيخ تقول: يساعد هذا القانون في تنشيط السياحة وزيادة الاستثمار، وسيكون أفضل للجميع إذا تم تنفيذه بالفعل. نشوى راشد تقول: يساهم هذا القانون في إنعاش السياحة من جديد وتنشيط الركود الذي حدث وما أصاب أصحاب المحلات والبازارات السياحية والمولات التي أصابها الركود في الفترة الماضية. محمد الشريف يقول: هذا القانون يساعد كثيرا في زيادة الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية لو تم تفعيله على أرض الواقع، وتفعيل أيضا خدمة الشباك الواحد. مشاهدينا بالطبع ما زلنا معكم في غرفة المتابعة الإلكترونية، نستقبل المزيد من الآراء لنعود ونستعرضها مرة أخرى، ولكن الآن إلى بداية الحوار عبر الهاتف مع محمد سليمان. إليك محمد. أشكرك ألاء وأشكر مشاهدينا الكرام على هذه المشاركات وعلى هذه الآراء. بكل تأكيد المطالبات كثيرة لتنشيط هذا القطاع: عدم ازدواجية التشريعات، تعظيم حجم الاستفادة من الاستثمارات سواء الداخلية أو الاستثمارات الأجنبية، عمل وإشراك كافة العاملين والقائمين على قطاع السياحة في التشريعات. هناك أيضا قانونان، قانون رقم 1 ورقم 37، لم يطرأ عليهما أي تغيير منذ عام 1973، وهذا الأمر بكل تأكيد يحتاج إلى تشاور وتبادل في الآراء. هناك تساؤلات كثيرة سنطرحها على المتخصصين. لنبدأ مع المداخلات الهاتفية. سيكون مع الهاتف الأستاذ يسري عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد النقل الجوي، والأستاذ محمد وجيه رئيس جمعية مستثمري طور سيناء. أبدأ مع الأستاذ يسري. يعني أستاذ يسري بعد التحية، قطاع السياحة قطاع كبير، ومصر تمتلك ثلث آثار العالم بخلاف المجالات السياحية والقطاعات السياحية المتعددة. من وجهة نظرك في ونحن بصدد أو الدولة بصدد مناقشة أو طرح فكرة قانون موحد للسياحة، ما أهم ما يحتاجه هذا القانون من تطوير؟ هو فعلا مسي عليك يا أستاذ محمد وعلى جميع أستاذ المشاهدين في كل مكان. بشكرك على البرنامج الطيب وعلى المبادرة الكريمة من جانبكم في الدخول إلى هذا الحيز الذي كان يزعج الكثير، سواء كانوا أصحاب استثمارات أو الدولة المصرية نفسها. نعم. الإفادة من هذا القانون أنه إذا أحسن استخدام مثل هذا القانون وتم سماع الرأي والرأي الآخر وأخذه بعين الاعتبار، أعتقد أن الجميع سيجني ثماره، سواء القطاع الخاص أو الدولة المصرية متمثلة في قيادتها ومتمثلة في كل المستفيدين على أرض جمهورية مصر العربية. بالتأكيد. من مثل هذه القوانين. هذا الأمر يمكن هنقول إن هو يعني جدير بالأهمية إن احنا نذكر، إن حضرتك ذكرته ونكرره، إن القوانين اللي هي ما زالت تحكم أو حاكمة إلى وقت أو إلى حينه قوانين أصبحت قديمة، كانت في وقتها قوانين عظيمة، لكن مع تطور الزمن وتطور الناس والبشر والاتصالات والتكنولوجيا تطورت الأمور. يعني ما كانش في إنترنت سنة 73 بالنسبة لنا كان جاري بالليل منظر اللي احنا شايفينه ده. فالنهارده في اشياء اصبحت تدار في الوسائل الالكترونيه، لابد من تفعيل ادوار او قوانين تحمي المواطن وتحمي الدوله المصريه وتحمي الاستثمارات الذين قاموا بالاستثمار هنا في مصر. فانا من رايي الشخصي ان اذا كان هناك مثل ما ذكرت سعادتك في الخبر
أن هناك طرح للحوار من قبل مجلس الشعب إلى العاملين في هذا القطاع، سواء كان القطاع السياحي أو قطاع الطيران، لأنهما وجهان لعملة واحدة ولا ينفصلان، حتى تمثل هذه الأمور في الدعم الخارجي للطيران الخارجي، بل من باب أولى الدعم الحكومي إلى الشركات الحكومية أو الوطنية المصرية، سواء كانت حكومية أو قطاع خاص. النهاردة لما تجلس مع أصحاب الاستثمارات على أرض الواقع اللي هم بيشغلوا ألاف العاملين في القطاع السياحي، يمكن حضرتك تقدر تقول أن ما يزيد عن 85% من الاستثمارات في المجال السياحي هي استثمارات للقطاع الخاص. نعم. فكيف إذا هذه النسبة العظيمة لا تأخذ بكلام أصحابها؟ لا، ده على العكس، لازم تديهم الأولوية، ولابد أنك تبحث في القوانين بتاعتك أنه النهاردة ما يصدرش القانون بدون حوار مجتمعي متمثل في أصحاب الأنشطة الجميع حتى العامل. تمام أستاذ يوسف، بالفعل هو القانون محل نقاش وطرح، وأنت تطالب بتطبيق التكنولوجيا والطرح المجتمعي وأيضا الطرح على العاملين والقائمين على القطاع والمتخصصين. أرجو أن تبقى معي. أذهب الآن أستاذ محمد وجيه رئيس جمعية مستثمري طول سيناء. أستاذ محمد، بعد التحية، هناك نقطة إيجابية من وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بأن تتعرف على مختلف الآراء حتى يتم إدراج كافة وجهات النظر عند وضع تشريعات وبنود جديدة لهذا القانون. ما هي أهم البنود من وجهة نظرك التي تخدم هذا القطاع وتخدم طرفيه، الدولة والمستثمر أيضا سواء كان محلي أو أجنبي؟ طبعا وجود قانون موحد للسياحة ده في حد ذاته إنجاز طيب جدا، وتوحيد الجهود ومنع للتضررات الكثيرة اللي موجودة في القوانين المتلاحقة اللي كانت بتطلع في معظمها عشان تحل أحوال خاصة في ظروف معينة، فبيظهر قانون لحل مشكلة ما. وجود قانون موحد ده في حد ذاته هيدي رؤية أوضح وتخطيط أسهل لإنشاء أي مشروع سياحي أو خدمة سياحية أو نشاط مكمل للأنشطة السياحية. وده اللي المفروض القانون ياخد باله منه، إن النشاط السياحي ما هوش فقط منصب لا على شركات السياحة لوحدها ولا على الفنادق لوحدها، إنما هي منظومة متكاملة، هي صناعة بتهدف إرضاء الزائر من يوم ما يفكر إن هو يتحرك من بلده، ازاي يختار الوجهة السياحية بتاعته، ايه وسيلة الانتقال بتاعته، ازاي يوصل، ازاي يقعد هنا في بلدنا، ازاي يتفرج ويزور المزارات المختلفة، وفي نفس الوقت ازاي كمان ينفق ما تبقى من اموال معاه في ان هو يشتري بعض الهدايا اللي يرجع بيها لبلده، بحيث ان هو يبقى الرحلة بتاعته في الاخر تصب في مصلحة الاقتصاد القومي، ومش بس الاقتصاد القومي، كمان هي نوع من القوى الناعمة اللي بترجع بفكرة جيدة عن الاستقرار في مصر، عن طبيعة المجتمع المصري. كل ده الحكاية البسيطة اللي احنا بنحكيها دي المفروض انها بتترجم في بنود في القوانين. تترجم يا استاذ محمد، هل الى استراتيجية ثابتة وبرامج متكاملة، ام تعني تطبيق تكنولوجي يتطور وفق متطلبات الظروف؟ شوف، هو أساسيات التعامل في السياحة المساواة وحسن المعاملة. نعم. النهاردة كمستثمر لما قال المساواة وحسن المعاملة في إنشاء شركتي، في التراخيص بتاعتي، في كل الخدمات الحكومية اللي بتتقدم لي، لما أوجه ده في ناحية التدريب للعاملين في قطاع السياحة وفي غير قطاع السياحة، ووضح للناس أهمية السياحة بحيث إن هم يقدروا يتعاملوا مع السائح بشكل جيد، لما السائح نفسه اللي بيتعامل مع الجهات الحكومية سواء مثلا الجمارك في دخوله، الجوازات في الخروج، المرور، السواقين التاكسيات، السواقين الحنطير، التشريعات شاملة يعني، التشريعات شاملة. تمام بالضبط. الفكرة كلها ان احنا لازم نبص للموضوع كله على انه منظومة واحدة. تمام. اخر حاجة المفروض ان ياخد باله منها، انه السنة اللي فاتت كان في عندنا قرار مهم جدا من الدولة بتعويم الجنيه. نعم. بتحرير سعر الصرف، وبالتالي اصبح النهاردة
عملة الدفع ما هيش مشكلة، سواء انه العميل ما اقدرش ان انا اقصر السائح على انه يدفع لي بعملة محددة. انا النهاردة بقيت ممكن اقبل منه اي عملة، ممكن اقبل منه جنيه مصري، ممكن اقبل منه دولار امريكي، ممكن اقبل منه يورو، لانه بقى في حرية تحويل. والمصارف النهاردة ما بقاش عندها مشكلة في انها تحول اي كمية من الفلوس لأي سبب من الاسباب. نعم. ده كمان فرق السعر ما بين المصريين والاجانب لازم نبص ليها، لانه مهم جدا انه اي حد لما يدخل اي مكان يلاقي سعر واحد للخدمة الواحدة، لانه فكرة ان يكون في اكتر من سعر لنفس الخدمة دي عملية بتهز الثقة وبتقلل من قيمتك كمقصد سياحي عالمي. نعم أستاذ محمد، سأعود إليك في نقطة هامة وهي نقطة مسألة العملات والتداول والقطاعات التي يحتاجها هذا القطاع اللي هو قطاع السياحة تحديدا للتخديم عليه إذا صح التعبير. أرجو أن تبقى معي. أعود إلى الأستاذ يسري عبد الوهاب. يعني أستاذ يسري، هل ترى أن فكرة الشباك الواحد في قطاع السياحة من الممكن أن تكون هذه الفكرة فكرة فاعلة كما هو الحال في الاستثمارات الأخرى؟ ده شيء طبيعي جدا، يعني إذا أوكلنا الرقابة للسياحة إلى جهة واحدة فقط لا غير، اللي هي يكون وزارة الجهة المسؤولة اللي هي وزارة السياحة، وشرط أن وزارة السياحة تقوم بتطبيق مباشر وفعلي وحقيقي على هذه القوانين. نعم. يعني نبدأ بأمثلة بسيطة خالص، كيف لك أن تمنع وجود أو إحياء أو إصدار شركات جديدة للسياحة؟ انت النهاردة اذا وقفت تفتح مجال للتلاعب، طيب انا النهاردة هقول ان العدد بتاع السائحين مش مكفي، لا ده انا النهاردة لو عندي 2000 شركة 2500 شركة هيجيبوا لي 10 مليون سائح. طب اذا كانوا 3000 شركة، اذا كانوا 4000 شركة، النهاردة انت النهاردة قفلت عدم اصدار تراخيص شركات سياحة جديدة في يد بعض الاشخاص فقط لا غير. طيب والاخرين اللي عندهم قوة مالية استثمارية عالية، ألم يكن هذا الوقف يعني أستاذ يسري لحين وضع ضوابط ملزمة أو فكرة القانون الموحد كانت ربما موجودة في الاستراتيجية؟ علشان كده يا أستاذ محمد، إحنا يمكن زي ما حضرتك ذكرت وذكر ضيفك الكريم محمد بيه، إن لابد من تفعيل دور هذه القوانين وحماية شركات السياحة المصرية من الجماعة اللي هم بتوع أصحاب المواقع اللي موجودة على الإنترنت مثلا. نعم صحيح، صاحب موقع موجود على الانترنت بيبيع بثمن بخس، بينما شركة السياحة اللي عندها موظفين وتدفع كهرباء ومية وضرائب وبتشيل عنك كاهل عبء تشغيل الموظفين المصريين، ده انت بتعملها بالأفضلية وبتخرج ليها العملات الأجنبية للخارج، بينما الشركات المصرية اللي بتدخل وبتعمل تسويق خارجي في الدول وتزورها وبتاخد أسعار الفنادق وتتجول حوالين العالم عشان تعطي للسائح سعر جيد ويليق بالسياحه المصريه. تمام. هذا الامر ليس موضوع. تمام استاذ يسر، ارجو ان تبقى معي. اعود للاستاذ محمد وجيه. استاذ محمد، حضرتك تطرقت الى مساله العملات والممكن ان يتقبل قطاع السياحه او ان تتقبل الدوله عملات مختلفه. الامر لا يرتبط بالعملات فقط، هناك خدمات كثيره. معنى ذلك ان قطاع السياحه بطبيعه الحال سيرتبط بعده قطاعات لابد ان تقدم امتيازات. هل هذا يعني أننا بحاجة إلى تغيير تشريعات في قطاعات أخرى لتقوم بخدمة قطاع السياحة أم ماذا؟ لا، هو التعارض هنا مش موجود بالشكل ده، لأنه الطبيعي أن أي مجموعة سياحية بيكون لها وكيل سياحي اسمه وكيل السفر، فوكيل السفر والسياحة ده هو اللي هو بيمثله شركة السياحة أو وكيل شركة أجنبية، ده بيكون كيان مصري وهو بيقدر يتعامل بالجنيه المصري مع المصانع مع الموردين مع الشركات مع الطيران مع يعني مع كل حاجة. لكن احنا بنتكلم في حاجة تانية خالص. النهاردة السائح اللي جاي من بره ده اكيد جاي مش شاري جنيه معاه من بره، لكن انا النهاردة لما اقول له انت ممكن تدفع بالجنيه المصري كويس، يبقى هو هيدخل على البنك هيحول اللي معاه بالسعر اللي موجود وهيدفع اي فواتير في اي محلات، مش بالضروره الفنادق مش بالضروره الطيران، لكن حتى المحلات النهارده او يعني الفتره اللي فاتت لما كانت السياحه مزدهره، كان لما السائح بيدخل اي محل يشتري حاجه كانوا بيطلبوا منه انه يدفع بالدولار نعم او بعمله بلده،
لكن انا النهارده لما بقول له ادي السعر المعلن اهو بالجنيه المصري، حضرتك ممكن تدفع بالجنيه المصري، واللي بيفضل معاك في الجنيه المصري ممكن تدفعه في اي مكان، في اي فاتوره، في اي حاجه، يبقى انت الجنيه اللي هيتفضل معاك مش هترميه، وتعظم من قيمه الجنيه في نفس الوقت يعني. تمام بالظبط، واحترامك للجنيه. وفي كده كده في الاخر هو الجنيه هو حصل عليه ازاي؟ ما هو دخل البنك بالظبط وحول دولار او حول يورو او حول العمله اللي هو جاي بيها من بلده، وحصل قدامها على جنيه مصري، فالنتيجه واحده. تمام. سواء هو اللي حول بنفسه او من خلال الفندق او من خلال شركه السياحه، فالنتيجه في الاخر خزنه الدوله هي دخل لها نفس الكميه بالظبط من الفلوس. نعم. مش فارقه، بس الفرق نفسي، الفرق معنوي عند السايح، انه يحس ان هو مسك عمله البلد دي، مش انه يجي ويدخل البلد ويخرج منها وهو حتى ما شافش شكل الورقه النقديه بتاع عمله البلد دي شكلها عامل ازاي. صحيح يا استاذ محمد وجيه، رئيس جمعيه مستثمري تور سيناء، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف على هذه المداخله والتوضيح. واشكر ايضا الاستاذ يسرى عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد النقل الجوي على هذه المداخله وعلى هذه التوضيحات لاسترشاد قبل وضع قانون موحد للسياحه. مشاهدينا الكرام، حول التراخيص والامتيازات والعاملين في القطاع واستفاده طرفي قطاع السياحه، هناك تساؤلات كثيره ستكون مع ضيوفي عبر الهاتف في الجزء المتبقي من الحلقه، ولكن قبل ذلك نتابع ونتعرف على راي الشارع المصري حول قانون موحد للسياحه. تابعونا. قانون السياحة الموحد دون بيجعل لنا تشريع واحد كل أنشطة السياحة في مصر بتمشي عليه، فبيبقاش عندي هنا هو القطاع الخاص غير القطاع العام غير أي حاجة. ففي الحالة دي كل الناس بتشتغل باطمئنان، ده رقم واحد. رقم اتنين، الناس للمستثمرين اللي عايز تخش في السياحة بتلاقي فيه قانون مرجع ليهم، ففي الحالة دي ما يقولش إن أنا هتظلم. ففي الحالة دي يبقى إذن كأني بنشط في السياحة. الفكرة ان هو القانون هيسهل ان هي الاجراءات سواء للناس اللي داخله نفس السياحه او الناس اللي داخله ورا، في الموضوع يبقى احسن. فيعني لو هيساعد مثلا بتحسين الدخل، تحسين الاستثمار، في الكلام ده كله يبقى كويس جدا. والله لو هيبسط الاجراءات بالنسبه لشركات السياحه وشغلها والتدفق السياحه على البلد هتبقى حاجه كويسه قوي، لان انا ما عنديش خلفيه مظبوطه على الموضوع. بس انا لو هو هيساهم بقدر كويس في ان السياحه تنشط والدنيا تتحرك بالنسبه لمجال السياحه يبقى كويس قوي. المفروض يتحط على ترابيزة الاجتماعات بلان قصير الأجل وطويل الأجل، بحيث ان احنا نقول ايه اللي مستهدف وايه اللي مطلوب وايه اللي نقدر نعمله وايه اللي نقدر ناخده من هذا القانون. اذا كان هذا القانون هيفعل فعلا ويتم طرحه وإعادة النظر الى دور الشباب في تنشيط السياحة والاستثمار، احنا عندنا تعتبر اغنى دولة على مستوى العالم من حيث الآثار ومن حيث الحضارة ومن حيث التاريخ. او صادر عن طريق مجلس النواب هيحقق مكاسب كويسة بالنسبة لشركات السياحة، لأن القانون الموحد كل الشركات هتكون تحت مظلة واحدة، هيكون في أمان بالنسبة لجميع السياح اللي داخل مصر، هتحكم جميع الطرق اللي هي غير مشروعة بالنسبة لبعض شركات السياحة. كنا مستنين القانون ده من فترة لأنه فعلا هيساهم، هيحل مشاكل شركات كتيرة، هيحل مشاكل هيئات كتيرة سياحية معطلة. فبالنسبة للقانون ده، القانون عندنا قانون موحد بيعتبر ان هو ايه يعني خط واحد، ما اعرفش ما لفش على كذا اتجاه، ما روحش كذا 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 جهة. فالقانون الموحد ده هيخليني في جهة واحدة، الجهة الواحدة دي هتوفر لي وقت وجهد وهتوفر لي مال وهجيب لي شغل. هيسهم بشكل كبير قوي في ان السياحة ترجع تاني، سواء السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. هيساعد بشكل كبير برضو أن لو أي مكان عنده مشكلة يبتدي يحلها، وده برضو بيجمعهم كلهم تحت مظلة أن الدولة هي اللي بتحل المشاكل، فده هيسهل يعني هيساهم بشكل كبير قوي في حل الاستثمارات وزيادة الاستثمار في المجال السياحي اللي كانت وقفت في الفترة اللي فاتت بشكل كبير. ترحيب واضح من الشارع المصري بإصدار قانون موحد للسياحة بشريطة أن تتكاتف كافة القطاعات لخدمة السياحة، مع وضع استراتيجية واضحة المعالم والأهداف والخطوات لتحقيق نتائج مرجوة، علاوة على تبسيط الإجراءات، وهو الشيء الهام لأن رغبة المصريين في انتعاش هذا القطاع السياحي وما يقدمه من خدمات لقطاعات أخرى ذات الصلة بهذا القطاع أمر هام ويشغل بال الكثيرين. قبل أن نبدأ المداخلات الهاتفية ونتعرف على المزيد من التساؤلات، أذهب عائدا إلى زميلتي آلاء حامد للتعرف على ما وصلها من آراء. إليك آلاء.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالطبع محمد، هناك المزيد من الآراء التي ما زالت ترد إلينا عبر صفحة البرنامج والتي تتفق كثيرا مع آراء أيضا المواطنين في الشارع، وكلها تشيد بقانون السياحة الموحد وتعول عليه كثيرا في الفترة القادمة في دعم وتنشيط السياحة. نستكمل معكم استعراض مجموعة جديدة من هذه الآراء، والبداية مع أميرة عاطف تقول قانون السياحة الموحد هو خطوة هامة لزيادة الاستثمارات في مصر، كما أنه سيقضي على ازدواجية القوانين وسيساهم إلى حد كبير في دعم وتنشيط السياحة. تعليق بعنوان موني الجمال تقول يساعد هذا القانون على تنشيط السياحة وتحقيق أهداف بزيادة الاستثمار ودعم السياحة وزيادة الاستثمارات الداخلية في مصر وأيضا بمساعدة الشباب. هبة حسن تقول يريد يتم تطبيق هذا القانون للارتقاء بالسياحة ومفهوم السياحة ويساهم أيضا في جلب وزيادة حجم الاستثمار. أما محمود دهمان فهو يدعو لأبطال مصر من الجيش والشرطة، يقول اللهم احفظ مصر من كل شر. هاني عيسى عامر يقول مصر لكي تتطور وتتقدم سياحيا لابد أن تكون هناك إدارة متخصصة، وعي حكومي شامل في التعامل مع الأماكن الأثرية، وأيضا إطار تعليمي ثقافي وتاريخي في التعليم العام والجامعة. ويقول نحتاج إلى ثقافة تاريخية سياحية مرتبطة بوطننا في كل المجالات وعند كل المسؤولين لوضع مصر بين الدول الرائدة سياحيا في العالم. إيمان سلمان تقول أكيد هذا القانون الموحد للسياحة سيساهم في تنشيط السياحة وزيادة الاستثمارات الداخلية وأيضا الخارجية. علاء محمد يقول يساعد هذا القانون في قطاع السياحة على تنشيطها ودعمها في الفترة القادمة. أحمد المحدي يقول يساعد قانون السياحة الموحد في التنشيط ويزيد أيضا من فرص الاستثمار في جميع القطاعات. وهالة حربي أيضا تقول القوانين مهما كانت دقيقة في صياغتها تحتاج للتنفيذ، فكثير من القوانين لا تطبق. إذن هي تركز في الأساس على تطبيق القانون على أرض الواقع بعد إصداره. مشاهدينا بنشكركم على تواصلكم معنا على صفحة البرنامج، وما زلنا بالطبع بننتظر المزيد من المشاركات، ولكن الآن بنعود إلى محمد سليمان ومزيد من التعليق من الاتصالات الهاتفية. فإليك يا محمد. أشكرك ألاء، وأشكر مشاهدينا مرة أخرى على هذه المشاركات. قانون موحد للسياحة بكل تأكيد يلقى قبولا شديدا عند المواطنين، شريطة الضوابط التي تحول دون استغلال البعض لمن يحاولون التلاعب على ثغرات القوانين بشكل أو بآخر. هناك تساؤلات أخرى حول قانون السياحة الموحد سأطرحها على ضيوفي عبر الهاتف، وسيكون مع الهاتف الدكتور حسام هزاع عضو غرفة شركات السياحة، والأستاذ محمد غريب رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب. أبدأ مع الدكتور حسام. دكتور حسام، بعد التحية، والدولة بصدد وضع قانون موحد للسياحة، في رأيك ما هي أهم الامتيازات التي يجب أن تتمتع أو يتمتع بها هذا القانون لتخدم الطرفين، الدولة والقائمين على قطاع السياحة؟ بالنسبة لقانون السياحة الموحد ده مهم جدا، بالذات بالنسبة للاستثمار، لأن قطاع السياحة فيه استثمارات رؤوس أموال كبيرة، سواء شركات السياحة أو الفنادق أو غيرها. القانون ده زي ما احنا بنقول مهمته أنه هو يصدر، تكون مجمع في هيئة أو في متشكلة في وزارة السياحة أو في هيئات مختلفة تتحد كلها مع وزارة السياحة بإصدار قانون موحد، ويبقى شباك واحد يسهل على المستثمرين زيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية داخل البلد، بالذات في المجال السياحي. نعم. احنا في عندنا مشاكل بتواجهنا كقطاع أو أصحاب شركات سياحة وفنادق، ان بتصدر من المحليات مثلا ترخيص خدمه او ما يسمى خدمات سياحيه، فبيكتب على نفسه ان هو سياح، مش عارف ايه، بيصدر بيعمل زي محل صغير ويكتب سياح، شركه سياح او كده، وبعدين بيعمل في المجال بتاع شركات السياحه نفسها، وده مرفوض، لان ده اولا بيبقى المواطن مش عارف مدى مصداقيه هل هذا صحيح او لا. فاحنا يهمنا في المقام الأول سواء تطمين المستثمر الأجنبي أو السائح المصري أو السائح الداخلي. يعني ممكن تبص لها حضرتك في السياحة الدينية، تبص تلاقي شركات بتكتب إنها مكاتب سياحة دينية وهي ليست شركات سياحة دينية، وبعدين بيحصل صحيح بعض الأحيان عمليات نصب على المواطن كثير، وبتشوه الحركة السياحية الداخلية والخارجية. أيضا الصورة انعكاس، يعني والخارجية وانعكاس الصورة. نعم. فلازم احنا نطمن المستثمر. فالمستثمر احنا بنقول قانون السياحة الموحد ده هام جدا بالنسبة للكل، وتطبيقه هام جدا،
ولازم تكون التشريعات والقوانين اللي خارجه من او هتخرج من مجلس الشعب بعد اعتمادها لازم بعد اساسا انتخابات اتحاد غرف شركات السياحه وغرف شركات السياحه وغرف الفنادق، لان القائمين على هذه الغرف هم من يقومون بالتشريع لصالح شركات السياحه والاستثمار داخل مصر. دي نقطه مهمه جدا. إذن هي النقطة التصنيف وتحديد المسؤوليات وإجراء الانتخابات داخل الغرف السياحية ومن ثم المشاركة في وضع القانون. تفضل دكتور. النقطة الأهم من كده برضو إن إحنا في بتبص تلاقي حضرتك بالنسبة للسياحة أو الإي توريزم أو السياحة الإلكترونية، السياحة الإلكترونية بتقوم بها الشركات السياحة، لكن في ناس بتحط ويب سايت وحاجات معينة ليها على إنها شركات سياحة. نعم. ودي ما ينفعش، لازم يبقى في تقنين، لازم الناس دي تدفع ضرائبها، لازم تدفع ضريبة القيمة المضافة، لازم تشتغل، لازم يكون المستثمر وهو جاي يحط فلوسه من الخارج أو بيشارك مستثمر مصري عارف إن في حاجات محددة بتخرج من هيئة الاستثمار أو من وزارة الاستثمار بتراخيص معينة، هي الوحيدة القادرة على وضع مثل هذه الويب سايت لقطاع السياحة لاستقبال أفواج سياحية أو غيره أو سياحة إلكترونية. العملية فيها عايز أقول لخبطة أو متداخلات كثيرة جدا ما بتقدرش تدي الصورة الواضحة لشركات السياحة. يعني إحنا مثلا كقطاع غرفة شركات السياحة واتحاد شركات السياحة، كل شركة سياحة مرخصة من قبل الوزارة أو فندق بيحط اللايسنس نمبر بتاعه و و و و و قانون السياحة الموحد أو قانون السياحة الموحد ده لازم يربط كل الشركات والغرف والفنادق بلوائح معينة. لا يستطيع ممارسة عمل السياحة أو شركة السياحة أو الفندق السياحي إلا من يصدر إلا من يستطيع الحصول على مثل هذه التراخيص. نعم سواء دكتور. فندق أو شركة أو غيره، لأن ده هيطمن المستثمر الأجنبي وهينقل صورة كويسة للمستثمر الأجنبي بره وهيطمن المواطن المصري. نعم دكتور، سأعود إليك مرة أخرى نتعرف على باقي أهم البنود التي يجب أن يتضمنها هذا القانون. أرجو أن تبقى معي. أزهر الآن الأستاذ محمد غريب رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب. أستاذ محمد بعد التحية، وأنت عامل في حقل السياحة وبكل تأكيد متخصص ومطلع على كافة مختلف المدارس الدولية والعالمية الأخرى التي استطاعت أن تصل بهذا القطاع إلى نتائج ونسب عالية. ما الذي يعوزنا في هذا القانون الجديد الذي نحن بصدده حتى نصل إلى ولو على مسافة قريبة من هذه الدول؟ هو قانون السياحة الموحد ده كان طلب، يمكن مطلب جماهيري من العاملين بالقطاع السياحي قبل ما يكون من العاملين في المجالات الأخرى، خاصة إن القانون ده بينظم حاجات كتيرة جدا، أهم ما في الموضوع هو الاستثمار في المجال السياحي. كان التشريعات يمكن كانت عقيمة في نفس التوقيت، ما كانش يمكن كان يقدر أي مستثمر في المجال السياحي كان يقدر ياخد فرصته بسرعة، وكان في عراقيل كتيرة وكان توصل لدها تبع المحليات أو تبع المحافظة أو الآثار أو ما كانش بيوصل لحل في حكاية إن هو استثمار في المجال السياحي، خاصة إذا علمنا إن أهم وأفضل وأسرع استثمار موجود في العالم كله هو الاستثمار في المجال السياحي. فأهم ما يميز هذا القانون هو وضع ضوابط للتنفيذ وآلية للتنفيذ، لأن في تشريعات وفي قوانين كتيرة موجودة بس تفعيلها بيبقى صعب على أرض الواقع، فلابد إن هي اللائحة التنفيذية بتاعت القانون، اللائحة دي لابد إن هي تفسر القانون وتفصله على أساس إن هو تحط لها لائحة لتطبيقها على أرض الواقع بالنسبة للمستثمرين. بالنسبة للحاجة التانية كان المستثمرين في المجال السياحي، بالنسبة لحاجة تانية إن أولا السياحة دي يعني هي يعني يمكن مطلعة أو هي فيها صفة خدمات، الخدمات دي بجميع الوزارات اللي هي موجودة معها البيئة معها الدين مع الداخلية مع الخارجية مع الدفاع مع الآثار مع الطيران، ده كله إيه بيكون مع بعضه المجلس الأعلى للسياحة اللي هو نتشرف بيه هو الرئيس والرئيس السيسي. فالمجلس الأعلى للسياحة ده لابد إن هو يجيب القانون ده ويقعد مثلا، يعني عندك وزير السياحة مع وزير البيئة لازم على أساس موضوع السياحة البيئية دي، احنا عملنا مؤتمر كبير كان في أحد الفنادق الكبرى هنا في القاهرة. نعم. كان من حوالي أسبوعين تقريبا،
ووصلنا لحلول جذرية عشان إدخال السياحة البيئية إلى مصر، وده كنمط سياحي جديد، خاصة لو عرفنا أن في مليار سائح حوالين العالم منهم 300 مليون بيسافروا بهدف السياحة البيئية. إحنا بيبقى نصيبنا صفر، يعني مفيش بهدف السياحة البيئية، لكن ممكن في النص كده في السكة محمية ولا حاجة ممكن إيه إحنا كعملنا كمرشدين سياحيين. فلقينا أن حكاية الاستثمار في مجال المحميات أو تطوير المحميات في بعض العوائق اللي موجودة كان يتطلب تشريع، فبد برضو التشريع في المجالات السياحة المختلفة. في عمل المرشدين لابد من تشريعات برضو تقضي على بعض الحاجات اللي موجودة والسلبيات اللي موجودة، خاصة في عمل الأجانب في مهنة الإرشاد. في الفنادق برضو لابد من التشريع الموحد اللي هو هيبقى بالنسبة للفنادق والخدمات اللي تقدم دي برضو. أفضل من كده وكده كمان إن أهم حاجة عندنا التنشيط، يعني المكاتب الخارجية دعاية كلها قانون ولايحة ليها وقانون ليها تمام، هي إزاي التكوين بتاعتها والهيكلة بتاعتها. فده القانون ده قانون جامع مانع إيجابيات كتيرة جدا خاصة على التنشيط والاستثمار في المجال السياحي. تمام أستاذ محمد، أرجو أن تبقى معي. أعود للدكتور حسام في دقيقة. دكتور حسام، في نقاط ما هي أهم الامتيازات التي يجب أن يتمتع بها القائمين على قطاع السياحة وأيضا تستفيد الدولة؟ أهم النقاط أولا التكامل بين وزارة السياحة والمحليات في استخراج تراخيص المنشآت مثلا والمحل السياحية، الاشتراطات اللي بتتحط للمستثمر كمرافق وموقع ومساحة وكهرباء ومياه و و و و إيه ده كله لازم يبقى موحد بالنسبة للجميع، على أساس إن إحنا نكون كفنادق أو شركات سياحة أو مستثمر أجنبي هيجي يستثمر في مصر هيلاقي كله موحد ومطبق بالنسبة للجميع. نعم. أما بالنسبة للتسويق السياحي والتنشيط السياحي فده بتقوم به وزارة السياحة وطبعا وكافة قطاع شركات السياحة أو القطاع الخاص والفنادق إلى آخره، من خلال المؤتمرات، من خلال المعارض الدولية اللي احنا بنشارك فيها كقطاع سياحي أو اتحاد غرف أو شركات كأفراد أصحاب شركات. نعم. دي النقطة الأساسية. وطبعا محو كافة، يعني أهم حاجة الفترة القادمة محو الصورة السلبية اللي كانت موجودة قبل كده. بالتأكيد طبعا يوضع قانون جديد إذن له متطلبات وتهيئة مناخ جديد. عموما وقت برنامج انتهى. دكتور حسام هزاع عضو غرفة شركات السياحة، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذه التوضيحات. ثواني المتبقية مع الأستاذ محمد غريب. أستاذ محمد، توصية أخيرة في الثواني المتبقية. هو أهم حاجة يتحط فيه نوع نعم. من أنواع القانون أو اللائحة بالنسبة للمكاتب الخارجية بتاعتنا، لأن دي اللي بتجيب الطبخة كلها لينا هنا زي ما بيقولوا يعني. فاللي بيروح من هناك بيكون موظفين وزارة السياحة بعضه 4 سنين، ويعني يمكن ليست على المستوى المطلوب. فأهم حاجة تقنين الوضع بالنسبة للمكاتب الخارجية دي عشان نقدر إن هي تبعت لنا زي ما عملنا في تجارب كتير، وزي ما شفنا نعم شفنا في كلمة أستاذ محمد أفضل المدارس على أساس إن هي في مكاو ديت يعني 28 مليون سائح وهي قد مدينة نصر دلوقتي من حكاية التنشيط في أمريكا فجالها. فأهم حاجة عندنا في قصور في موضوع هيئة التنشيط أو في المكاتب الخارجية. المكاتب الخارجية نعم، وصلت الرسالة. الأستاذ محمد غريب رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذه التوضيحات. مشاهدينا الكرام، في ثواني متبقية نتعرف على آخر ما لدينا من آراء وصلتنا من حضراتكم على موقع التواصل الاجتماعي، وعودة أخيرة إلى زميلتي آلاء. إليك آلاء. أهلا بكم مشاهدينا، ومرة أخيرة سريعا نستعرض معكم مجموعة من الآراء التي وردت إلينا. عفاف سيد تقول يساعد القانون الموحد للسياحة في تنظيم وزيادة الزيارات السياحية وزيادة الاستثمارات. مصطفى أمير يقول نتمنى تحقيق أهداف القانون الموحد للسياحة بزيادة الاستثمار ودعم السياحة. وأنانا يوسف تقول قانون السياحة الموحد يساعد على تنشيط السياحة وزيادة الاستثمارات. تعليق آخر أيضا يقول يساعد في تنشيط السياحة الداخلية وإنعاشها. وأخيرا وداد شكرا تقول قانون السياحة واحد يساعد على تنشيط السياحة ودعمها في الفترة المقبلة. مشاهدينا مرة أخرى بنشكركم على تواصلكم معنا عبر صفحة البرنامج، وعودة مرة أخيرة إلى محمد سليمان وختام الحلقة. إليك محمد. أشكرك ألاء وأشكر مشاهدينا الكرام. استراتيجية واضحة المعالم، تكاتف كافة القطاعات، تيسير التراخيص، الشباك الموحد، عدم ازدواجية التشريعات، كل هذه البنود هي أهم ما يحتاجه قانون السياحة الموحد. قبل أن أترككم أعرض عليكم سؤال حلقة الغد، وهو
كيف ترى دلالات نجاح وزارة الداخلية بتسويق منتجات المساجين التي تتحدى الغلاء؟ أعيد على حضراتكم السؤال مرة أخرى، كيف ترى دلالات نجاح وزارة الداخلية في تسويق منتجات المساجين التي تتحدى الغلاء؟ أذكركم بأن المشاركات التي تصلنا على مواقع التواصل الاجتماعي تثري برنامج همزة تواصل. نراكم غدا على خير، دمتم في أمان الله.